أوضاع إنسانية قاسية يعيشها سكان قطاع غزة مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في هجماتها منذ 7 أكتوبر الماضي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد نزوح أكثر من 20,000 فلسطيني على مدار اليومين الماضيين من شمال القطاع إلى جنوبه تأثراً بالقصف الإسرائيلي العنيف والذي يوصف بالوحشي. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على غزة يقارب 10,500 شهيد، بينهم أكثر من 4,200 طفل جراء عدوان مستمر لا هوادة فيه. وعلى مستوى المساعدات الإنسانية تواصل سلطات الاحتلال منع وصول الاحتياجات الإنسانية إلى شمال القطاع رغم المناشدات الدولية بهدنة إنسانية لإيصال تلك المساعدات. منظمة الصليب الأحمر الدولية أكدت أن الوضع في غزة مقلق للغاية وأن هذا العام هو الأكثر دموية منذ أكثر من عقد في الأراضي المحتلة إثر تجاوز أعداد الضحايا كل الحدود المتوقعة. تصريحات يؤكد المراقبون أنها تعكس حجم وضع إنساني أكثر من خطير.